جيب حذية أخصائية التغذية رحاب جلاسي. مرحبا بك رحاب. مرحبا نوال. بنت الدار عاد أنت وليد. مرحبا بك في كل وقت. الموضوع متاعنا اليوم اللي ناس لوجيكمون تقول في رمضان مادام تنقص الفريكونس متاع الماكلة يضعفوا، لكن اللي يصير العكس، تسمن بعد رمضان. شنية الأسباب وراء هذا يكون؟ صحيح، هو نورمالمون في صيام شهر رمضان عندنا وجبة باش تنقص، اللي يعني في حدود من 300-500-700 حريرة نورمالمون باش تنقص في النهار. أيه. ولكن في رمضان يصير العكس، وهوني باش نعرفوا شنو هو الأخطاء الغذائية اللي تخلينا نزيدوا أكثر في الميزان. نبداو بأول حاجة اللي هو دوب ما نشقوا فطرنا عادة، دونك ديما عندنا كالدقلة هذيك ناخذوها. برشا عباد يعملوا كالدقلة هذيك فخسي، دونك هوني دونك الدقلة هي ديجا في حد ذاتها فيها حريريات، وإحنا ما ناخذوش كعبه ولا ثلاثه، فمش كون ياخذ اكثر ونزيد ونحطوا فيها فاخس، هذايا باش يزيد لنا اكثر الحريريات. نمشيو من بعد للشربه. الشربه هي باهيه على خاطرها هي باش تسهل باش نبداو بها عمليه الهضم، وباش تهيئ المعده نتاعنا باش تقبل الماكله، خاصه اللي تكون معناتها في البلا برينسيبال. ولكن المشكله اللي احنا نعديوها بالخبز، يعني هي ديجا الشوربه نلقاو فيها سن عصفور ولا يعني اي نوع نتاع معجنات فوالا نتاع بات، واحنا نزيدو ناكلو مع الخبز. ومن بعد نمشيو للبلا برينسيبال كيف كيف. دونك هوني توا نحب نركز على المود دو كويسون اللي هو الحاجه تبدا مقليه الباني، دونك هوني نحكي متى تبدا في الزيت والكل. دونك المود دو كويسون راهو عنده قيمه كبيره، وكميات الزيت خاصه اللي نستعملوها كيف كيف عندها قيمه كبيره. يعني نحنا نعرفوا اللي مغرفه نتاع زيت فيها 10 مليلتر نلقاو فيها 90 حريره، هذه زاد حاجه يزيدنا نردوا بينا منها. دونك برشا عباد احنا فوق السلطه نعملوا مشيه وجايه زيت، هكا المشيه وجايه هذيك راهي بحسابها، دونك ردوا بينا في الحكايه هذيا كيف كيف. دونك احنا زاد عندنا مفهوم نتاع السلطه الحقيقه غلط شويه نوال، احنا عندنا سلطه مشويه، عندنا زيد سلطه خضراء، ولكن زيد عندنا سلطه بلانكيت اللي انا بيرسونيلمون ما نعتبرهاش سلطه على خاطر نلقاو فيها الخبز. دونك هي عباره اي هي توست، دونك ما نجموش نسميوها سلطه. دونك السلات سون دي ليغوم، حاجه تكون كرو والا كويت هكاكا باش ناخذوا بها اكثر الالياف. اي وسينون فما الروز اذا نعتبروه سلطه، اكزاكت مقرونه نعتبروها سلطه، نسميو حاجه بمسمياتها. فوالا فوالا كيف كيف سلطه روز. دونك هو سي ان روبا معناتها سي ان بلا، عندنا الروز اللي هو فيه معناتها السكريات المركبه معاه الخضره معاه سورس دو بروتين سافا، دونك سي ان بلا نجم يكون بلا واحد ولا مش سلطه. هذوما الاخطاء كما قلت رحاب، بخلاف حاجات اخرين مش بالضروره في علاقه بالماكله، فما لا سيدونتاريتي، فما ناس تنقص الحركه نتاعها حتى في الخدمه يوليو فاشلين. Alors que c'est une occasion باش نزيدو نوبتيميزيو الصيام نتاعنا كان نحبو نضعف. Exactement. Donc راهو صحيح التغذية معناتها une alimentation équilibrée elle est essentielle للعباد اللي باش ينقصوا في الميزان، وعلى فكرة راهو شهر رمضان c'est une excellente opportunité للعباد اللي عندهم زيادة في الميزان. شكونهم هذوما العباد اللي عندهم l'IMC l'indice de masse corporelle يعني مؤشر الكتلة الجسمية نتاعهم من 25 حتى الفوق 30، يعني اللي أكثر من 25 عندهم ان سيغ بوا، واللي اكثر من 30 هذاكم راهو عندهم اون اوبيزيتي. نورمالمون في شهر رمضان هذوما الاشخاص كي ياكلوا ماكله متوازنه راهو ينقصوا ما اقلش من 4 كيلو. وفي علاقه بالحركه بيان سور عندنا لاكتيفيتي فيزيك اللي اسونسييل، وهوني نحب نركز خاصه على السويعه سويعتين قبل شقان الفطر. نعرف اغلبيه العباد تكون في الكوجينه وقتها، ولكن هذيك انا نسميها جولدن اور، معناتها بالحق هذيك الساعه اللي البدن يولي يجبد من الدهنيات باش ينجم يحرقها. حاجه اخرى نوال اللي حاجه اخرى اللي تريز امبورطون النوم. دونك احنا عاده في شهر رمضان لو ريتم الي بريسك انفيرسي، دونك نبداو فايقين في الليل نقعدو نستناو حتى لين يجي السحور، ومن بعد في النهار نقيلو نرقدو كل واحد وكيفاش حسب ظروفه حسب الخدمه نتاعو. الا لي ساعات ما يرقد جمله، دونك السوايع نتاع النوم ينقصوا الكل. اكزاكتومون اكزاكتومون ينقصوا والكاليتي تنقص. دونك احنا حاجتنا بالنوم الي اسونسييل على خاطر يلزمك لو سومي نقولوا احنا ريكوبيراتور باش يرجع ياخذ الانرجي نتاعو. دونك هذاك علاش ماذا بينا نرقدو نحاولوا نقوموا قبل السحور نتسحروا، ومن بعد باش نجموا هكاك نعديو النهار اون بون انرجي وما نبداوش سورتو فاشلين وناقصين النوم. مازلنا نحكيو في نفس الموضوع رحاب، اللي هو الناس اللي تحب تضعف. دونك سي بون احنا حكينا على لي موفيز براتيك، نحكيو على لي بون براتيك توا، شنو لازم يكون موجود
en termes de quantité et de qualité في الشقال الفطر وفي السحور وفي السهرية زادة. دونك انا نحب نبدا من الروسيت نتاع الشيف اليوم. سي تان بون اكزامبل اللي راهو الماكله الصحيه والبنينه راهي تونسيه وحاجه ناكلوها معناتها مش بالضروره تكون جون راح ديما كاسمو حاجه هيلثي راهي غاليه والا مش من الزابيتود نتاعنا جون سومون افوكا حاجه كيما هكا بعد على الزابيتود نتاعنا احنا التوانسه. نكوني احنا عندنا كسكسي بالخضره بيان سور الكسكسي يكون كامل اكيد باش عندنا اكثر الياف نستنفعوا من المعادن اللي فيه دونك حاجه كيما هكا صحيه وبنينه وتونسيه دونك ديما نركزوا على الكاليتي نوال اهم حاجه الكاليتي دي زاليمون ديما الخبز ماذا بيني يكون نخاله يكون كومبلي كيف كيف لي بات دونك ديما علاش هذا الكل وحاشتنا يكون الانديكس غليسيميك ديما با مويان ديما هكاك على خاطر قد ما يبدا الفي قد ما فما لا سيكريسيون دي انسولين فما سيكريسيون انسولين دونك اوب فما ستوكاج دي غريس هذاك علاش احنا ديما نركزوا على لا بون لا بون كاليتي بيان سور ديما ناكد على لو مود دو كويسون راهي حاجه مهمه راهي ماكله تنجم تكون هي صحيه الوغ كو انت تعملها جونغ باغ اكزومبل ناخذوا احنا حوت الحوت احنا نعرفوا اللي هو به فيه اليود فيه الزنك فيه الفير فيه لو فيتامين دي دونك فيه الاوميغا 3 اذا كان يكون غرا دونك حاجه باهي على الاخر ولكن مش كيما نطيبوه في الفور مش كيما باغ اكزومبل نعملوه باني والا اي معناتها حاجه اخرى تكون فيها برشا برشا ماتير غراس دونك اي تري سي تري امبورطون ان ديما نركزوا على لو مود دو كويسون وديما لو بلا اكيليبري بالحق معناتها لا كونتيتي ديك ال ديفير من عبد العبد سولون اكتيفيتي فيزيك نتاعو سولون دونك اسكو كبير صغير العمر برشا حاجات il faut prendre en considération مي جينيرالمون لاسييت نتاعنا ديما انا نقول عندنا نقسموها سور 4 دونك عندنا لي بروتيين لي بيان سور معناتها الخضره كو سوا نيه طايبه وين بلي نحب نركز على لي فيبر على خاطر فما عباد راهو ينجموا يتقلقوا العباد اللي ما همش مستنسين انهم ياخذوا الالياف في الماكله نتاعهم ينجموا راهو يتقلقوا دونك ندخلوها لهم بشويه بشويه سي تري امبورطون هذا مش معناتها تو دانكو دونك كيما قلت عندنا الخضره طايبه والا نيه لي بروتيين لي غلوسيد كومبلكس السكريات المركبه و فوالا دونك هكا يكون عندنا لو بلان نتاعنا يكون اكيليبري ما ننساوش الغله زاده كيف نشربوا الماء نتحركوا راهو حاجه سهله على الاخر النوم كيف يفو جيري كيف لو ستريس خاطر عندنا كي احنا نتنرفزوا دي هرمون يطلعوا يهبطوا في البدن هذاك كله راهو معناتها يخلي الفافوريز لا بريز دو بوا خاطر فما عباد تسيب الغش نتاعها في حاجه حلوه في حاجه مالحه دونك يفو بيان جيري كيف زاده لي سونساسيون نتاع الجوع نتاع العطش دونك ساعات احنا نعطشوا نبداو جيعانين نبداو عطشانين بلوتو احنا ساعات نبداو عطشانين اما نحسوا روحنا جيعانين فوالا دونك فما ساعات لازمنا نعرفوا اسكو بالحق انا جيعان ولا بالحق انا عطشان لازمنا نفهموا بدنا هذاك هو سي ليسونسييل اكزاكتومون هذاك علاش ناس قاعده تمشي للجون انترميتون حتى اور رمضان على الفوائد اللي نجم يجيبها الصيام على البدن. Une dernière question, Rihab, est-ce que les femmes qui aiment tisser le Ramadan pour se réveiller le siam, tu vas au régime القاسي, tu vas voir ma tchekel et tu as dit le contraire, que il faut que tout soit bon et que nous puissions nous réveiller. On va parler un peu sur les خاطرs de انك تاكل شويه معناها اقل من اللي يستحقه البدن ومع نهار كامل الصيام شنو هي كلسون لي ريسك ريحه اكزاكتومون دونك حاجه راهي خايبه على الاخر ان خاطر علاش العباد ديما تحب ريزولتا رابيد انا ديما نقول لك اذا كان عبد زاد كيلو زاد بلوتو 10 كيلو ولا 8 كيلو ما زدتهمش في نهار ولا في جمعه زدتهم في اعوام في اشهر دونك كيف راكي باش تنقصهم هذيك راهو ياخذ منك وقت وشويه صبر وباش تحسن كيف زاد في لي زابيتود اليمونتير دونك الريجيم كي يبدا تري ريستريكتيف سورتو مع شهر رمضان مع شويه طقس مع العبد اذا كان خدمته تتطلب منه مجهود بدني كبير راهو معرض روحه للخطر على خاطر نجم يفشل نجم يدوخ في اي وقت اي سورتو فما كارونس دي فيتامين كبيره على الاخر دونك هوني نحكي على الحديد على المغنيسيوم على الكالسيوم البوتاسيوم كيف راهو لي تري امبورطون البوتاسيوم للبدن نتاعنا دونك ردوا بالنا من الحاجه هذيا كيف تنقص كيف لا ماس مسكولير راهو ساعات اذا كان نقصوا الماكله على الاخر وناكلوا جوست خضره غرياد دونك سلاد غرياد ليه راهو غلط هكاك ولا ساعات ميم حتى الغرياد لي قلت لك جوست ناخذ كان خضره اكهو خضره ما غله اكهو هذاك ليه ردوا بالنا منه
دونك نستحقوا راهو لي بروتيين للماس مسكولير نتاعنا البرشا حاجات في البدن دونك بالحق ردوا بينا من لي ريجيم ريستريكتيف على خاطرهم مثل خطر كبير للبدن وخاصه انه فيهم زيادة وارد جدا انه يصير لي في يويو دونك يضعف اوكي في شهر لكن يرجع الدوبل اكزاكتومون ميرسي بوكو رحاب جلاسي اخصائيه التغذيه ميرسي ان شاء الله نرجعوا في حلقات اخرين نزيدوا نحكيوا مازلنا مواصلين في صحتك في صحنك تو سويت مع الشيف سليم كملوا بقيه الغسيت نتاعنا